من بعد ما شفنا بالدرس الماضي كونفيجوراسيون إلكترونيك كيف نوزع الإلكترونات على طبقات حويلاً ويو، الإلكترونات بتوزع على طبقات ك ال ام ان. نحن وماشيين حاترك لينك الفيديو إذا حابين نراجعه قبل ما نبلش بالجزء الثاني من الدرس. اليوم رح نشوف كيف بتوزعوا الإلمو بتابلو مسميه تابلو بيريوديك. هالتابلو بيريوديك شو جربوا يعملوا؟ جربوا يحطوا العناصر اللي بيشبهوا بعض تحت بعض. يعني مثلا إذا طلعنا على هيدا التابلو، الليثيوم بيعمل شارج ال اي بلس، الصوديوم مثله، بوتاسيوم مثله. الليثيوم اذا حطيته بالمي بيشعل، الصوديوم مثله والبوتاسيوم مثله. فاذا لقوا انه هالعناصر عندهم صفات بيشبهوا بعض، العناصر اللي عندهم صفات قريبه من بعض حطوهم تحت بعض، فحصلوا على تابلو لقوه منظم تلقائيا. انه انا كل ما بروح عدد من العناصر بتنعاد، يعني عندي البوتاسيوم ديزناف مثل الصوديوم. إذا نحن بعد البوتاسيوم زدنا 18 عنصر بيرجع الريبيديوم مثل البوتاسيوم. إذا زدنا 18 بروتون مرة تانية بيطلع السيزيوم مثل الريبيديوم. كالسيوم 20، إذا زدنا عليه 18 بروتون بيطلع سترونتيوم مثل الكالسيوم. إذا زدنا 18 بيطلع الباريوم مثل السترونتيوم. هلا لما إجوا نظموا العناصر اللي بتشبه بعض تحت بعض حصلوا على هيدا التابلو. هالتابلو هيدا أنا بسميه تابلو بيريوديك. ليش سموه تابلو بيريوديك؟ سموه تابلو بيريوديك لانه لقوا انه بقلب هيدا التابلو البروبريتي للاليمون عم تنعاد. يعني في ليثيوم بمشي برجع صوديوم مثل الليثيوم، بمشي برجع البوتاسيوم مثل الصوديوم والليثيوم، طبعا مش مثله بكل شيء، في صفات كتير قريبه منه. هيدي الفكره. فحصلنا على تابلو نحن بنسميه تابلو بيريوديك. اليوم حنشوف تفاصيل عن هيدا التابلو. إذا نحن طلعنا على هيدا التابلو حنشوف إنه في عندي كولون خط عمودي، في عندي لينية خط أفق. خلينا نشوف كم كولون في. ملاحظين إنه مرقمين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لحد 18. فإذا عندي 18 كولون. طب كم في لينية؟ لينية يعني خط أفقي هوريزونتال. لاحظوا هيدا أول لينية، تاني لينية، 3 4 5 6 7، معناتها انا عندي 18 كولون و7 ليني. لكن صار عندنا معلومتين. المعلومه الاولى انه بقلب هذا التابلو العناصر اللي عندها بروبريتي قريبه من بعض بنحطها بنفس الكولون. ثاني معلومه انه بهالتابلو في عندنا 18 كولون و7 ليني. طب كيف مصنفين العناصر؟ بلشنا بالهيدروجين اللي عنده نيميرو اتوميك ا، هيدا الزد، هيليوم 2، ليثيوم 3، بيريليوم 4، بور 5. رح اقراهم كلهم تنبلش نتعود على الاسامي. اول 20 واحد كتير حنشتغل فيهم. كربون نيميرو اتوميك 6، ازوت 7، اكسجين 8، فلور 9، نيون 10، صوديوم 11، مغنيسيوم 12، الومنيوم 13، سيليسيوم 14، فوسفور 15، سوفر 16، كلور 17، ارغون 18، بوتاسيوم 19، وكالسيوم 20. نحن بتوقف الحدود تبعنا عند العدد 20 بعد ال 20 ما دخلنا فيه. يعني هيدول العناصر اللي بالاحمر بنسميهم نحن حنشوف ميثود ترانزيسيون ما خصنا فيهم. 21 22 كلهم هيدول ما خصنا فيهم، حدودي من الواحد لل 20 ضمن صف البريفي. واذا بتلاحظوا شغله كثير مهمه حعيدها مرتين تنستوعب مضبوط، من الواحد لل 20 ما في ولا عنصر بالكولون 3. لاحظوا أول عنصر بالكولون 3 21، ولا 4 ولا 5 لحد 12. يعني أنا ضمن منهجي بصف البريفي حأدرس كولون 1 هيدروجين ليثيوم صوديوم بوتاسيوم 19 اللي هن تحت ال 20. اتفقنا؟ أنا شغلي عند أول 20 إلهم. كولون 2 يلي فيه بقلبه بيريليوم، هيدا كولون 2، بيريليوم، مغنيسيوم، كالسيوم. 3 ما في ولا واحد تحت ال 20 لحد الدوز. فاذا ان دو رحنا على 13. كولون 13 عندي بور الومنيوم تحت ال 20، بور نيميرو اتوميك 5 شفناها هون، بينما الالومنيوم 13 جاليوم صرنا 31 ما خصني لل 20. ال 14 في عندي كالسيوم سيليسيوم، 15 في عندنا ازوت ان ازوت 7 وفوسفور نيميرو اتوميك 15، 16 اكسجين وصفر، 17 فلور وكلور، فلور وكلور، 18 عندي الهيليوم، نيون وارغون
18. خلال هيدي السنة حنشوف نحنا هيدول العناصر بالتابلو بيريوديك. حننتقل تنشوف تفاصيل أكثر عن تابلو بيريوديك هيدا التابلو. سؤال عم بيقول dans les tableaux périodiques, les éléments sont classés par ordre croissant de حطوهم بالأوردر كرواسون لحسب شو؟ حسب النيميرو أتوميك 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 لحد ال 20. فإذن هون لازم يكون في نيميرو أتوميك. dans les tableaux périodiques, il y a كم كولون؟ جاوبوا بعدين طلعوا على الحل. كم في عنا كولون؟ مرقمين من ال 1 لل 18 بدنا نحفظهم. il y a 18 كولون. combien de lignes؟ كم عنا ليني؟ عنا 7 ليني. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. نشوف الحل مع بعض. إذا نزلنا لتحت حنشوف dans les tableaux périodiques, les éléments sont classés par ordre croissant de numéro atomique. نعرف numéro atomique عدد البروتون. dans ce tableau, il y a 18 colonnes et 7 lignes. بهالتابلو عنا 18 كولون وعنا 7 لين. بدنا نلاحظ انه بهيدا التابلو عندي انا هيدا مثل درج. شو شغلته هيدا الدرج؟ شفناه بنسميه باند دياغونال. هيدا بنسميه باند دياغونال. باند دياغونال سيبار لي ميتو دي نومي. بيفصل العناصر المعدنيه عن العناصر الغير معدنيه. طيب وين موجودين الميتو؟ اغوش دي لا باند دياغونال. ملاحظين لونهم ازرق. في عندي ثلاث الوان. ازرق، احمر، اصفر. الازرق هن الميتو. فاذا لي ميتو سي تروف ا غوش دي لا بون دياغونال. ا دروات دي لا بون دياغونال، على يمين البون دياغونال في عندنا النون ميتو اللي هن اصفر، كلهم اصفر. في شواذ واحد اكيد هو الهيدروجين، هو ميتال بس حطوه على الشمال، حنشوف بعدين ليش. لكن لي ميتو سي تروف ا غوش دي لا بون دياغونال، طوندي كي لي نون ميتو سي تروف ا دروات دي لا بون دياغونال. ليه على الدرج اللي هن الحمر؟ بور قاعد على الدرج، سيليسيوم قاعد على الدرج، كلهم هدول بنسميهم ميتالويد، صفاتهم بين الميتو والنون ميتو. بنشوفهم مكتوبين هدول قدامنا. شو عم بيقولوا لي هون؟ لا بوند دياغونال سيبار لي ميتو دي نون ميتو. البوند دياغونال هيدا الدرج بيفصل الميتو من النون ميتو. لي ميتو سي تروف ا غوش دي لا بوند دياغونال، كل اللي على الشمال البوند دياغونال هن ميتو، توندي كي لي نون ميتو سي تروف ا دروات دي لا بوند دياغونال. بينما نون ميتو ا دروات دي لا بوند دياغونال. لي على البوند دياغونال حنشوف مع بعض لي زيليمون كي سي تروف سير لا بوند دياغونال سون دي ميتالويد، بنسميهم نحن ميتالويد. بذكر في اكسبسيون واحد هو الهيدروجين. هيدروجين اصفر يعني نون ميتال بس حاطينه اغوش، حنشوف بعدين ليش. هلا حننتقل لتفاصيل اكثر. طيب الكولون شو عندهم شيء مشترك؟ حنشوف مع بعض. هيدا التابلو عم بيصنف لي العناصر اللي عندي اياها، ملاحظين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لحد ال 20. ملاحظين انه ما عندي ولا عنصر لحد ال 20 بالكولون 3 لل 12. يعني عندي ضمن منهجي 1 2 3 14 نحن ومشي. السؤال الاول اوبسيرفي لي زيليمون دو لا كولون 1 كو بيتون كونكلو. بدنا نلاحظ عناصر الكولون 1. اذا بدنا نكون واضحين اكثر اوبسيرفي لا كونفيغوراسيون الكترونيك دي زيليمون دو لا كولون 1. الكونفيغوراسيون لعناصر الكولون 1. خلينا نشوف الكولون 1. عندنا الهيدروجين ك1، الليثيوم ك2L1، صوديوم ك2L8M1، بوتاسيوم ك2L8M8N1. عم تلاحظوا شغله مشتركه بين كل عناصر الكولون 1. شو هي؟ انه عناصر الكولون 1 كلهم بوساد 1 الكترون سور لا دينيير كوش، عندهم الكترون واحد على اخر طبقه ك1. هون اخر طبقه L بتخلص ب 1، اخر طبقه M بتخلص ب 1، اخر طبقه N بتخلص ب 1. فاذا الجمله اللي بدنا نحفظها عيدوها كذا مره. لي زيليمون دو لا كولون 1 بوسيد، عندهم طبعا هون في اكسون ناقصه، 1 الكترون سور لا دينيير كوش، في عندهم الكترون واحد على اخر طبقه يلي بنسميها نحن على اخر طبقه كوش بيريفيري. معناتها أول ملاحظة إنه لي زيليمون دو لا كولون 1 بوسيد 1 إلكترون سو لا ديرنيير كوش. خلينا نعيد مع الكولون 2 ك2L2 ك2L8M2 ك2L8M8N2 كمان. شو عم نلاحظ هون؟ عم نلاحظ مع بعض إنه كل عناصر الكولون 2 عندهم 2 إلكترون سو لا ديرنيير كوش L2 M2 N2. فإذا
Tous les éléments de la colonne 2 possèdent deux électrons sur la dernière couche ou sur la couche périphérique. Fina nsemmiha couche de valence. Akhir tabqa nsemmiha tlat asami. Dernière couche, couche périphérique, couche de valence. Tbqoun al warqa, hfazouhom. Tani chi a nchouf, même question pour les éléments de la deuxième colonne, treizième colonne, dix-septième colonne. Les éléments de la colonne 2 possèdent deux électrons sur la dernière couche. Quelle annonce la colonne 2 a donc 2 électrons à l'écart tabam sa mia couche périphérique? Dans la colonne 2, on a été élevé la colonne 13. Lèche la colonne 13, la anneau 2, la had 12, quel l'on a donc acteur de 20 ma ali chagrement. La annonce la colonne 13, K2L3, K2L8M3, ma ette 13, possède 3 électrons sur la dernière couche. كولون 1 عندهم واحد على اخر طبقه، كولون 2 عندهم 2 على اخر طبقه، كولون 13 عندهم 3 على اخر طبقه. كولون 14 K2L4 K2L8M4 عندهم 4 الكترون بيريفيريك. الجمله شو بتقول؟ Les éléments de la colonne 14 possèdent 4 électrons périphériques او 4 الكترون sur la dernière couche او 4 الكترون de valence. بدكم تحفظوها مثل ما هي. كولون 15 عندهم 5 الكترون على اخر طبقه، K2L5 K2L8M5. Colonne 16 en donne 7, K2L6, K2L8M6. Colonne 17 en donne 7, K2L7, K2L8M17. Faisant les éléments de la colonne 17 possèdent 7 électrons sur la dernière couche ou couche périphérique. Maintenant, nous avons écrit un avoir ou un jarab nous faisons avant de commencer. Un jarab, un tibar, un zgir. Et maintenant, nous nommons deux éléments qui possèdent 5 électrons sur la dernière couche. سمي عنصرين عندهم 5 الكترون على اخر طبقه. يلا حطوا الاسم على الورقه ورجعوا شوفوا. يفترض جاوبتوا عندهم 5 الكترون سي لا دينيير كوش، يعني لازم يكونوا كولون 15. انتبه، كولون A عندهم 1، كولون 2 عندهم 2، كولون 13 عندهم 3، 14 عندهم 4، معناتها كولون 15 في عندنا ال N ازوت، في عندنا ال P فوسفور. اوكي، طيب عرفنا الكولون شو بيمثل. طيب خلينا نشوف اللين شو بتمثل. إذا أخذنا أول لين، هيدا هو حنعلمه، عنا K1 وK2، يعني أول لين عنده طبقة واحدة K، تاني لين من K2L1 للK2L8، لاحظين إنه كل عناصر اللين 2 عندهم طبقتين K وL، K وL، K وL، كلهم سوا، أخذنا الأزوت K وL، أخذنا الأكسجين K وL، أخذنا النيون K وL، فإذا تو لي زيليمون دو لا دوزيام لين possède deux couches. عندهم طبقتين اللي هن K و L. ليني 3 شو عندهم؟ هنشوف ليني 3. K2L8M1، K2L8M2، K2L8M3. معناتها les éléments de la ligne 3 possèdent 3 couches K, L, M. طب les éléments de la ligne 4 possèdent K2L8M8N4. صار عندي 4 طبقات K, L, M, N. معناتها تنحفظهم مظبوط. إذا موجود بأول لين عنده كوش واحدة K، تاني لين عنده 2 كوش K و L، تالت لين عنده 3 كوش K L M، رابع لين عنده 4 كوش K L M N، معناتها اللين ريبريزونت لو نومبر دو كوش. انديكي لو نومبر دو كوش بور لي زيليمون دو لا بريميير لين، كم عندهم طبقة عناصر أول لين؟ طبقة واحدة K. واحدة. دو لا ديزيام ليني حيكون عندنا دو كوش K و L، بدنا نجاوب دو. شو بنستنتج نحن؟ لا ليني ريبريزونت لو نومبر دو كوش، معناتها لا كولون ريبريزونت لو نومبر دو الكترون سور لا دينيير كوش، بينما لا ليني ريبريزونت لو نومبر دو كوش. ابليكاسيون سريعة، إذا أخذنا عنصر موجود بالكولون 16 ليني 3، شو بتكون الكونفيغوراسيون؟ عور اكتبوها حقولها شفهية. كولون 16 ليني 3، يفترض جوابته كولون 16 يعني عنده 6 الكترون سي لا دينيير كوش، ليني 3 يعني عنده 3 طبقات K L M، يعني K2L8M6 3 طبقات K L M، وعلى اخر طبقة في 6 بيكون K2L8M6. معي هيدا التابلو قدامي وعطيني 3 عناصر تحت، فلور، كربون، فوسفور، كل واحد منهم وين لازم يكون موجود. حبلش انا مع اول عنصر يلي هو الفلور. هيدا الفلور،
وين لازم يكون موجود هذا الفليور؟ يعني هذا الفليور بأي ليني وبأي كولون لازم يكون موجود. تنعرف بأي ليني وبأي كولون؟ ليني سي لو نومبر دو كوش، ليني هو عدد طبقات، بدي أعرف كم عنده طبقة. الكولون سي لو نومبر دو الكترون سو لا دينيير كوش، بدنا نعرف كم عنده الكترون على آخر طبقة، معناتها لازم نعمل كونفيغوراسيون الكترونيك. نكتب دون لاتوم نومبر دو بروتون ايغال نومبر دو الكترون ايغال زد. شو بتكون الكونفيغوراسيون؟ 9 ك بنحط 2 ال بنحط 7 معناتها ك2 ال7. اي كولون اي ليني عنده 7 الكترون سو لا دينيير كوش، طيب اذا 7 الكترون بريفيريك يعني اي كولون بيكون كولون دي 7. اتفقنا 1 2 3 14. طيب اي ليني؟ ليني هو عدد طبقات. خلينا نشوف كم عنده طبقه. هيدا عندنا كاو ال، كاو ال دو كوش يعني ليني دو، معناتها لازم يكون هيدا ليني دو كولون دي 7. ليني دو كولون دي 7 بنجرب نحطه بمحل. ليني دو هيدي اول لين وهيدي تاني ضمن هذا الخط. كولون دي 7 اتفقنا 1 2 13 14 15 16 17، يعني هذا لازم يكون هون. اذا حطيته بغير محله ما بيقبل. خليني اجرب هيدا، حطيناه هون ما قبل، رجع. لازم يكون ليني دو كولون 1 2 13. طبعا انا اتقصدت محط الارقام بالشادي رح يكونوا محطوطين، بس انا اتقصدت تنتعود انه بعد الدو حنروح على 13 14 15 16 17، معناتها هون لازم يكون هيدا الفليور حطيناه بمحله. حننتقل للعنصر الثاني يلي هو كربون، كمان عم تشتغلوا بعدين تطلعوا على الحل. ما في دور اكتب دون لاتوم مره ثانيه، دغري حاعمل كونفيجراسيون. عنده 6 بروتون يعني عنده 6 الكترون. كونفيجراسيون الكترونيك لالو شو بتكون؟ حنشوفها مع بعض. 6 راحوا 2 على الكا، فضل ال 4 ك 2 ال 4. الكولون هو بتطلع على الالكترون بيريفيريك، كم عندنا الكترون بيريفيريك؟ 4 الكترون سور لا ديرنيير كوش. اذا عندي 4 الكترون على اخر طبقه معناتها هذا لازم يكون كولون 14. ليني سي لو نومبر دو كوش، طبعا الكولون هو بعد الدو بدي زد لها 10. ليني هو عدد الطبقات، كم عندي طبقه؟ كاو ال دو كوش ليني دو، بنحوطها ليني دو كولون 14. انا حبين هلا الكولون تيكون الشغل اهين علي. اوكي هلا صار مبين هون الكولون، معناتها لازم يكون ليني دو كولون 14. حنشوف الليني دو مع بعض، هيدا اول ليني وهيدا تاني ليني، يعني انا بهيدا الليني. اي كولون 14 1 2 3 14 يعني لازم يكون هون. هلا في طريقه تانية للحل، ايه خليني اقول لكم شو الطريقه وهي ذكيه. نحن درسنا دون لي تابلو بيريوديك les éléments sont classés par ordre croissant de numéro atomique Z بترتيب الـ Z من صغير لكبير. هيدا 1 نيميرو اتوميك 1 يعني هيدا 2 يعني هيدا 3 4 5 هيدا 6 الكربون، يعني لازم يكون بهالمحل. هيدا حناخده لمحله للكربون، هيدا الكربون لو اخذناه لهون اكيد كان رجع ما بيقبل، هيدا منو محله، محله فوق. ليني دو اتفقنا كولون 14. طيب اخر عنصر عندي اياه هو الفوسفور، بدنا نعمل كونفيجوراسيون الكترونيك تنشوف اي ليني اي كولون. 15 بروتون يعني 15 الكترون، بلشنا ك2 ال 15 فضلوا 13 ال بتساوي 8 صاروا 8 و2 10 فضلوا ام 5 ك2 ال 8 ام 5 اي ليني واي كولون. عندنا 5 الكترون بيريفيريك معناتها كولون 5 بلس 10 15.
عنا نحن ترواكوش يعني اللينية ترو. صار في عندي هيدا اللينية أ، هيدا اللينية دو، أوكي هيدا اللينية تروا. فإذا تروا كوش لازم يكون لينية تروا، لأنه عندي كا طبقة ال ام لينية تروا، بس بأي كولون؟ كنز. هيدا الكولون كنز حنحوطه، أوكي لينية أ لينية دو لينية تروا، يعني هون محله للفوسفور. ننقله للزلمة على محله تيقعد مرتاح بين رفقاته. هيدا هو الفوسفور موجود هون. فينا ننتبه تاني طريقة ايه؟ بما انه النيميرو اتوميك 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 وهيدي 15. اخر ابليكاسيون حنشوفها تنوقف. اعطينا بهذا الاكزرسيس كولون 14 ليني 4 كولون 17، وعطينا أربع عناصر. المطلوب مني هو إنه حط كل عنصر بمحل، يعني كالسيوم هل هو ليني 4، هل هو كولون 14 أو كولون 17، سيليسيوم الكلور والبوتاسيوم. تنعرف أي كولون وأي لين، الخطوة الأولى لازم نعمل كونفيجراسيون، لأنه درسنا بدي أعرف كم طبقة هيدا الليني، كم في إلكترون على آخر طبقة هيدا الكولون. تنعمل كونفيجراسيون بدي بلش أنا بالشكل التالي: ويسكو لاتون ان اوتر نومبر دو بروتون ايغال نومبر دالكترون ايغال زد. طيب حبلش بالسي افا، عنده 20 الكترون، الكات اتفقنا بتساوي 2، ال 8 صاروا 10، الام ما بنحط فيها اكثر من 8 صاروا 18، 2 و 8 10 و 8 18 فضل اندو. عندنا سيليسيوم حعملهم كلهم مع بعض، 14 ك 2 ال 8 ام 10 فضلوا 4، كلور 17 ك بتساعة 2 ال بتساعة 8 فضل للام 7. مين بعد عنا؟ كاديزنف، معلش مخربطيني شوي بس بينفع، كادو ال ويت ام ويت ام. يلا كالعادي انتو عم تحلوا على الورقة، بعدين بنرجع بنطلع. حبلش بالكالسيوم، كالسيوم كم عنده طبقة؟ وحدة تنتين ثلاثة أربعة، عنده أربعة كوش. عدد الطبقات هو اللينية، يعني هو اللينية 4، وعنده 2 إلكترون على آخر طبقة، يعني هو كولون دو. اتفقنا كولون أون دو 13، فإذا لينية 4 كولون دو، يعني لوين لازم ناخده للكالسيوم؟ منو كولون 14 كولون دو ولا كولون 17، بس هو لينية 4، يعني كالسيوم حناخده على اللينية 4. هذا الكالسيوم حناخده على اللينية 4 تيقعد بمحله، قعد بمحله. حننتقل للسيليسيوم، وينو السيليسيوم؟ هيدا هو السيليسيوم، كادو ال 8 ام 4. كم عندنا طبقة؟ وحدة تنتين ثلاثة، تروا كوش يعني لازم يكون باللينية تروا، ما في لينية تروا، بس عنده 4 الكترون سو لا دينيير كوش، شفناهم؟ 4 الكترون سو لا دينيير كوش، يعني هيدا بالكولون 14. معناتها هيدا ما لازم ناخده على الكولون 14. إذا غلطت وأخدته على اللينية 4 بيرجع لي ما بدي منه محلي، إذا أخدناه على الكولون 17 ما بدي، هو كولون 14. شفناه. طيب فضلوا عندي اثنين، هني السائل والبوتاسيوم. حبلش بالسائل، رح نغير لون القلم لأنه عجقت. هيدا السائل، أي ليني وأي كولون؟ اللينية هو النمبر دي كوش ك ال ام، عنده ثلاث طبقات معناتها لينية تروا. الكولون هو عدد الالكترون سي لا دينيير كوش، مش هيد دينيير كوش اكيد، ولا هيد دينيير كوش، هي اخر طبقة. كم عنده الكترون على اخر طبقة؟ 7، يعني هذا لازم يكون كولون 17، يعني الكلور لازم ناخده على الكولون 17. طبعا اذا اخذناه على اللينية 4 حيقول لي ما بدي، انا ماني لينية 4، انا عندي تروا كوش، يعني انا لينية تروا، حناخده على الكولون 17.
بوتاسيوم آخر واحد كم عنده؟ وش عنده؟ واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة. أربعة كوش يعني ليني 4. كم عنده إلكترون بيريفيريك؟ أن إلكترون بيريفيريك. إذا أن إلكترون بيريفيريك يعني كولون أن، معناتها البوتاسيوم هو ليني 4 كولون أن، يعني فوق بدي آخذ البوتاسيوم على ليني 4. يلا إذا أخذناه غلط على الكولون دي 7 بيقول لي لا أنا ماني هون، ناخده على ليني 4 حيقعد بمحله مرتاح. هيك نحنا نكون خلصنا اليوم الشابتر. منركز شو مطلوب مني، كون حافظه منيح. بدي اعرف انه دون لي تابلو بيريوديك لي زيليمون سون كلاسي بار اوردر كرواسون دو نيميرو اتوميك زد. بدي اعرف إليا 18 كولون 7 لين، لا كولون ريبريزونت لي نومبر د الكترون بيريفيريك مش بالضبط، لانه اذا كان فوق الكولون دو بيكون الشيف des unités. La ligne représente le nombre de couches. La ligne est le nombre de tabac. Les éléments qui possèdent des propriétés voisines, l'annonce qui a une propriété متشابهة, se trouvent dans la même colonne. Les éléments de la même ligne possèdent le même nombre de couches. L'annonce qui a une ligne a le même nombre de tabac. Je reviens au tableau. Ligne 1 a un tabac. Ligne 2 a un tabac. Ligne 3 a un tabac. Bainama, les éléments qui se trouvent dans la même colonne possèdent le même nombre d'électrons périphériques. La bande diagonale sépare les métaux des non-métaux. Les métaux à gauche de la bande diagonale, les non-métaux à droite de la bande diagonale. Matloub menni, eza atouni numéro atomique, ba'mul configuration, ba'arif aya colonne ou aya ligne. Ou eza atouni aya colonne ou aya ligne, lezem a'arif numéro atomique, hanchoufa bel exercice. Mraj omnih la d'dars, le cours moujoud kal'adi, bel file, ou anouen d'dars, ou répartition électronique et tableau périodique.